مولانا، أنا دلوقتي كنت بشوف ظاهرة لوالد وأسرته ممكن يصلوا الجمعة أو صلاة التراويح ورا التلفزيون أو بيفتحوا لايف على الموبايل، فهم لو هم في أي مكان يصلوا الجمعة وراه أو يصلوا التراويح في رمضان، فحكم حضرتك إيه؟ الجماعة اشترط فيها العلماء عدة شروط، ومن ضمنها الاتصال، فيجوز ان انا اصلي بالامام حتى لو تباعد في مسجد واحد الاتصال، يعني ممكن مسجد ياخذ مئات الالاف يصل الى نص مليون وانا اصلي بصلاته، فهذا جائز لانه امام واحد متصل، وهذا يحدث في الحرم. ابقى انا موجود في الفندق والتلفزيون امامي واصلي في جماعه المسلمين خلف الامام وانا في مكاني، ولكن انا في مكاني باتصال، يعني هناك صفوف متصله بيني وبين الامام. اما مطلق الراديو ومطلق التلفزيون فهي لا يتحقق فيه هذا الاتصال، لانه ممكن اكون انا في الصعيد والاذاعه من مرسى مطروح، يبقى ما فيش اتصال في هذا، واكون انا الامام انا امامه في القبله، يعني هو في مرسى مطروح وانا في قنا، فانا اقرب الى القبله من بتاع مرسى مطروح اللي هو ورايا كانه وراي، فينقلب الامام مأموما. إذن فالجماعه لها شروط، والصلاه خلف المذياع او التلفزيون لا تحقق هذه الشروط. فهذا دائما نرى هل تحققت الشروط من عدمه.